بمشاركة 6 ولايات رعوية للبحث عن سبل مكافحة الداء، خاصة بعد تفشيه في أوساط الماشية. رشيدة بن عياد. تشتهر ولاية البيض بطابعها الفلاحي الرعوي وتربية المواشي، إذ تتوفر على ما يفوق 6000 رأس من الماشية التي تبقى مهددة بالإصابة بالعديد من الأمراض كمرض البريسولوز أو الحمى المالطية التي تهدد بدورها الإنسان، لا سيما المربين عن طريق تناول الحليب. وللبحث في الاستراتيجية المتبعة لمكافحة الداء جاء هذا الملتقى الجهوي. أكثر من 2000 حالة شخصت في 2010. المهم أن المواطن الهدف منه أنه يكون يعني يعرف طريقة انتقال المرض، تحسوا على فيما يخص التلقيح وفيما يخص الكشف المبكر للمرض. On a désigné des médecins pour des consultations spéciales brucellose, ce qu'on appelle l'organisation de poules de consultation. ثانياً يعني بذلنا كل الجهود اللازمة لاقتناء كل الأدوية. تربية المواشي من أهم الموارد الاقتصادية بالبيض، واستفحال يعني انعكاسها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي كان السبب فيها انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان. وفي هذا الصدد تم توفير 1000 طبيب بيطري موزعين على 19 ولاية خاصة بحملة التلقيح. الدور أنا مداوين السنة عام الأول والسنة راه يداوي. السنة الثانية على التوالي أنا نقوم بهذه العملية، هي عبارة عن قطرة دار في عين الحيوان وهذه تدير له اللقاح طول حياته. تكلفة باهظة لعلاج المرض إضافة إلى طول المدة، ويبقى للوقاية مع مزيد من التحسيس والتوعية أن تغنينا عن كل هذه الخسائر سواء مادية كانت أو بشرية مع تواصل الجهود المبذولة.